نعم تقدمنا عادي، الأمور كلها عادية في البرنامج. بالنسبة للرياضيات نحن في الوحدة الثالثة فيما يخص المتتاليات. الفرنسية باشرنا هذا الأسبوع المجال الثاني. إنجليزية نحن في دخلنا أنهينا المجال الأول ودخلنا المجال الثاني. أما في كذلك الفرنسية أنهينا المجال الأول ودخلنا المجال الثاني، فهو فيما يخص العربية ونحن في المجال الثالث. طونا غير المجال زعما اللي حنعاود نقراوه في ترمينال كشغل كملنا المواد اللي ما لحقوهم ثم حذفوهم منا ما كملوهمناش. بالنسبة للفروض درنا الفروض، درنا العلوم والرياضيات والفيزيك. بسرعة البرق يسير الزمن وساعة بداية فروض الفصل الأول دقت. شهران ونصف بعد دخول المدرسي لم يكن مؤكدا في البداية، لكنه تم بتأخر طفيف وإجراءات استثنائية أهمها تقليص الحجم الساعي مع تكييف جديد للبرنامج. اليوم أردنا معرفة مدى تقدم البرنامج الدراسي فنزلنا إلى الميدان وسألنا العارفين بشؤون القطاع. أعمال عادية جدا، ما فيش تأخر لأنه فيه تعديل في الحجم الساعي والمواقيت الرسمية للتلاميذ. ما لاحظناش أنه فيه تقصير أو تأخر أبدا، خاصة لأننا عقدنا جلسات مع السادة الأساتذة منسقي المواد. لاحظنا أنه تنفيذ البرامج يمشي بوتيرة عادية جدا. الحجم الساعي تغير، آلية تغير معه المنهج، فيه تعديل. هذا التعديل كان عادي جدا، ما أثرش على السير الحسن أو تنفيذ البرامج بالنسبة للتلاميذ. الآن في الجلسة الثانية باش نعود نقيم إن شاء الله النتائج والأعمال الأولية لمرحلة الفصل الأول باش نمشوا إلى اختبارات العادية. ربع المقرر الدراسي تم تلقينه للتلاميذ، مسافة اعتبر مسؤولو القطاع بلوغها بمثابة نتيجة لتحد رفعه المؤطرون. كل الدروس نسبة متقدمة أكثر من 30%، علاش؟ لأن فيه البرنامج لكل أستاذ عندما يضبط ويقيم عمله خلال هذا الثلاثي أو خلال هذا الثلاث أشهر التي انطلقت منذ يعني بالنسبة للابتدائي ولا المتوسط والثانوي يرى أنه في الموعد. إلا أن الأساتذة نوجه لهم التحية يعني للأساتذة وكافة شركائنا، فعلا راهم متعاونين معنا في الميدان، وكذا السيدات والسادة مدراء المؤسسات برفقة معاونيهم، يعني أي كل الموظفين على مستوى القطاع يعني راهم الآن يحترمون في الشروط المنصوص عليها، سواء تعلق الأمر باحترام البروتوكول الصحي أو باحترام ما ورد من تنفيذ البرامج. سنة دراسية سلمت من الإضرابات، عامل آخر ساعد على إحراز تقدم في المقرر رغم الظروف الوبائية التي لم تسلم منها المدرسة.